عايزاك تقول لها انت عندك بنات ولا عملتيه في امك هيتعمل فيكي. انا ليه ربنا بيراعي اعظم من اي حد. مش عايزه اعرفك ولا عايزه اشوفك ولا انت ولا ولادك. ربيتها وتعبت فيها اكتر من اي حد. خلاص حقك عليا مربيها ولا عايزه. ده ايه ده؟ سمك؟ سمك. شفتي كنت نفسك تاكلي سمك. انا لسه فاصل. طب والله العظيم لسه قايله في اللايف عايزه اكل سمك. صلي على النبي. صلي على النبي بقى ما تزعليش عشان ما ترجعش الشارع تاني. هاتوا وجبه تانيه لماما نادي يا جماعه. هاتي واحده. هي هتجيلك. انا هخليها تيجي ان شاء الله بعربيه خاصه. لا انا هخليها تجيلك. انا هجيبها لك. امني امانه. بتقولي ما تخرجهاش من الدار وخليكي محافظه عليها عشان ما ترجعش الشارع تاني. تمام. بنتها مش عايزاها ترجع الشارع. هي خايفه عليكي. مش عايزه تاخدنا. خلاص يا ستي مش عايزه. مش عايزه. اللي عايزني اهلا بيه. مش عايزني الستين داهيه. مش خلاص. لا لا خلاص. هي حره. خليكي ربنا عوضك بيا. انا بنتك وخليكي قاعده معانا في الدار هنا. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله ربنا عوضك. مش انا بس وكل الناس اللي انا بتحبك كلهم هنا عايزين يقدموا لك حاجه كويسه. وانت ما ينفعش ترجعي الشارع. واللي مش عايزك خلاص مع السلامه. انت قاعده في مكانك هنا معززه مكرمه صح. قلت انا مش عايزه اقعد في اوضه ولا سرير جوه عندك هنا في الريسبشن زي ما انت عايزه. اللي انت عايزاه انا بعمله لك. خلاص سيبك منهم. خلاص يلا عشان تاكلي بقى. هاتي لها الوجبه بتاعتها. يلا اتفضلي. تسلم ايديك وشكرا. بصي جايبين لك اكل جميل اهو. الله. وما نعرف ان الوجبات فيها سمك. شفتي بقى؟ تسلم ايديك. يلا حبيبتي هات لهم معالق. هات لهم معالق. يلا انا هاكلك. عايز اتفرج من بيتك. معالق بنستك. حاضر هجيبها لك. عشان جيت النهارده اكل الصبح ما عرفتش اكل نفسي. انت محتاجه فيتامينات وكالسيوم ومقويات ودنيا عشان تبقي كويسه. بس اللي انت تعرضي له كان صعب. مش هتاخدي حقن برشام بس. خلاص ربنا يحفظك. ربنا يشفيك. ربنا يعزك يا رب. احنا متشكرين قوي يا جماعه على تعبكم. ربنا يجازيكم. كتر خيركم. مع ان ابن سمر والله ما مخلينا عايزين اي حاجه. على طول بتجيب لنا اللي نفسنا فيه وقبل ما نطلب الحاجه بنلاقيها. بصراحه ربنا دار. ربنا يجعلها عمرنا بحسها وينصرها على من يعاديها يا رب. يا رب. جليله ما خدتش. جليله مبسوطه قوي. انا بكلمها ايه؟ مين؟ تعالي يا مين. طب اعرف منها هي منين بقى؟ ها؟ اعرف منها هي منين؟ اذا كنت انت ما عرفتيش انا اعرف. انا عايز اسمعك. ايه؟ عايز اسمعك. حاضر اجيب لك وجبه ثانيه. حاضر. انت لسه ما تبصيش. مهم بس. حاضر. الزمر باختصار كده. ماما نايت جبتيها منين؟ ماما نايت جالي بيها استغاثه ان هي قاعده في الشارع في حته اسمها السبتيه ونزلت جبتها من وسط الشارع. عربيات رايحه وجايه وهي في نص الشارع. وكانت قاعده على مكتبة هنا. ماما نايت. وهي اتحرمت من حاجات كتير وربنا عوضها. وانا نزلت جبتها من السبتيه من الشارع لحد هنا الدار وادي عايشه معانا. ايديها كانت ورمه الحمد لله اتحسنت كتير. عندها صباع كان هيتبتر الحمد لله مش هيتبتر ان شاء الله. عندها قرح في جسمها كل ده الحمد لله راح بفضل الله. طب احنا مكثفين العلاج جامد ليها والحمد لله اتحسنت. لما حضرتك نشرت الفيديو هل ظهر لها حد؟ لا ما حدش كلمنا. هي اللي حافظه ارقام اولادها واحنا اللي بنتصل بيهم. احنا اللي بنكلم اولادها. كذا مره قلت لهم ابعتوا لي حتى شهاده الميلاد او صوره البطاقه. ما حدش عايز يعبرني. لو خرجتيني في ثلاث ايام هعملها. لا انا هعملها لك. هعملها في الاحوال المدنيه. انا هعملها لك هنا. اتصل. لا 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 رساله لاولادها. انا هبعت رساله لاولادي. قولي. لا ما بعد المكالمه اللي كلمتها لك ماليش بنات. خصوصا عشان انا ما اجيش اقعد عندك ولا تراعيني. انا ليا ربنا بي. انا والله مبنيه. لا مش هيضايقني خالص. مش هشتغل عنه. انا مبنيه. بس مبنيه. تعالي يا ستين هاجي لك كل جمعه. والسمك برضه بلاش سمك. هجيب لك ميه. عندي حاجه لحضرتك. طب ستين وعنهم انت اللي بتشجعهم على الاستاذ.